وبركاته. يسرنا نحن طلاب الصف الأول أن نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم الأحد ومع القرآن الكريم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. جاء للبشرية نورا وفتح لنا طريق الهدى بابا ومع الحديث الشريف الله صلى الله عليه وسلم من غسلنا فليس منا. صدق رسول الله. من يناير يوم البيئة العالمي سنستمع لهذه النصائح حول المحافظة على البيئة. البيئة لا نقطع الأشجار. مجموعتنا لا تشد استخدام الكهرباء. من أجل أتنا نرمي المهملات في الأماكن مخصصة لها. وأخيرا مع الدعاء. اللهم ارحم سلطاننا قابوس ونور قبره ووسع مدخله وآنس وحشته وكما أسعد أهلي عمان فأسعده. يا كريم يا منان ارحم الراحمين.